وعودتك بسلامة الله بعد رحلة علاجك الموفقة بحمد الله ومنه وكرمه. فأهلا بك يا سيدي قائدا وحبيبا لهذا الشعب، مرحبا بك يا سيدي مليكا ملهما تأخذ بوطنك وأمتك إلى مدارج العز والسؤدد. إنها صور من صور الحب الكبير التي تجمع بين المليك القائد وشعبه الوفي النبيل، يخرجون اليوم في استقباله رجالا وشبابا صغارا وكبارا، كشافة